الاتجاه المسافه من ذلك البث التلفزيوني والحقوق التجاريه، تطوير اطار عمل تطوير اطار عمل تطوير الانديه، ايضا منظومه اداره اللاعبين اللي نتحدث عن هناك الاستقطاب، وايضا قدرات المنظومه للموارد البشريه في رفع الدور التدريبي. عندما بدانا في العمل على استراتيجيه استقطاب اللاعبين كان لابد بطبيعه الحال ان نتعرف على التحديات والوضع الراهن اللي كانت موجود عليه، وتم تعريف وتحديد 6 تحديات الموجوده في ممارسات استقطاب اللاعبين في المملكه العربيه السعوديه. من اهمها عدم وجود منهجيه منظمه وواضحه لاستقطاب اللاعبين العاملين في السعوديه. ايضا متوسط اعمار عالي للاعبين المستقطبين في الدوري السعودي، قله المواهب في الدوري السعودي، النزاعات والرواتب والتاخر فيها، متوسط خسائر عاليه للانديه، وايضا تكاليف انهاء العقود الكبيره والمكلفه للانديه في الدوري السعودي.